أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد النبي الأمي الكريم، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، لازلنا في شرح منظومة الإمام ابن عاشر رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته في الدارين، اللهم آمين. ووصلنا فيها إلى قوله: وذكر فرض أقل من ست. احنا وصلنا في بيان مبطلات الصلاة. من بين المبطلات التي عدها الإمام ابن عاشر مبطلا من مبطلات الصلاة تذكر فائتة وهو في صلاة حاضرة، تذكر فائتة وهو في صلاة حاضرة. ونحن عرفنا في الجمعة الماضية الفرق بين الحاضرة والفائتة، وقلنا أن الحاضرة هي التي ما زال وقتها حاضرا لم ينتهي بعد. الصلاة التي لم ينتهي وقتها بعد تسمى صلاة حاضرة، والصلاة التي فات وقتها وانتهى وقتها قبل أن تصلى ماذا تسمى هذه الصلاة؟ تسمى فائتة. إذن أداء الصلاة في الوقت أو إقامة الصلاة في الوقت تسمى أداء، وإقامة الصلاة خارج الوقت تسمى قضاء. فالصلاة في الوقت تسمى حاضرة، والصلاة خارج الوقت تسمى فائتة. فعندما فاتتك الصلاة في الوقت وصليتها بعد خروج الوقت تسمى قضاء، وعندما يكون سلطان الوقت ما زال قائما للصلاة فصليتها داخل الوقت تسمى أداء. إذن الصلاة في الوقت أداء، والصلاة خارج الوقت قضاء، وما دام الوقت ما زال تسمى صلاة حاضرة، إذا فات الوقت تسمى صلاة فائتة. ونحن قلنا أن الصلوات الترتيب فيها على حسب النوع. قلنا الترتيب بين الحاضرتين، والترتيب بين الفائتة مع الحاضرة، وترتيب الفوائت فيما بينها. ترتيب الحاضرتين واجب شرط، ومعنى قولنا واجب أن الإنسان إذا لم يرتب استوجب العقوبة والإثم، استوجب الإثم والعقوبة. إذن يجب عليك أن تصلي هذه الصلاة قبل هذه الصلاة، إذا خالفت ونكست وعكست إذن ترتبت في رقبتك جريمة إلهية وهي الإثم، تستوجب عليها العقوبة، لأن مخالفة الواجب حرام، والواجب ما يثاب المسلم على فعله ويعاقب على تركه. وقولنا شرط أي في صحة الصلاة الثانية، إذا لم تصلي الصلاة الأولى تكون صلاة الثانية إيش؟ باطلة. هذا في الحاضرتين. إذن ترتيب حاضرتين واجب شرط، واجب مخالفته فيه إثم، وشرط مخالفته فيه بطلان الصلاة الثانية لأنك لم تصلي الصلاة الأولى. وحاضرتين لا يتأتى ذلك إلا بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. يمكن أن يكون سلطان الوقت حاضرا لكليهما لأنهما مشتركتان في الوقت، هناك مقدار من زمن الزمن يشترك فيه الظهر مع العصر، ويشترك فيه المغرب مع العشاء. فإذا صليت العصر قبل أن تصلي الظهر ما حكم صلاة العصر؟ صلاتك باطلة. لكن قبل ما نقول صلاة باطلة هناك ثلاث احتمالات. لماذا صليت العصر قبل الظهر؟
قال صليت العصر قبل الظهر عمدا أو جهلا، إذن ما حكم الصلاة؟ الصلاة باطلة. من تذكر أنه لم يصلي الظهر وهو في أثناء صلاة العصر داخل الصلاة، نسي أن يصلي الظهر وشرع في صلاة العصر ولم يتذكر أنه لم يصلي الظهر إلا داخل صلاة العصر، أو بدأ يصلي صلاة العشاء ولم يتذكر أنه لم يصلي المغرب إلا وهو في وسط صلاة العشاء، إذن هنا كان التذكر قبل الانتهاء من صلاة العصر أو قبل الانتهاء من صلاة العشاء. ما حكم صلاة العصر هنا إذا لم يصلي الظهر؟ باطلة. وما حكم صلاة العشاء هنا؟ باطلة. لماذا؟ لأنه تذكر قبل الانتهاء من صلاة الظهر وقبل الانتهاء من صلاة العصر، قبل الانتهاء من صلاة العشاء. إذا تذكر بعد الانتهاء صلى العصر، لما أكمل صلاة العصر تذكر أنه لم يصلي الظهر، وبعد إكماله لصلاة العشاء تذكر أنه لم يصلي المغرب، ما حكم صلاة العصر هنا وما حكم صلاة العشاء؟ صلاة العصر صحيحة وصلاة العشاء صحيحة. إذن من تعمد صلاة العصر قبل أن يصلي الظهر وتعمد صلاة العشاء قبل أن يصلي المغرب فصلاة العصر وصلاة العشاء باطلة. من نسي أن يصلي الظهر ولم يتذكر أنه لم يصلي الظهر إلا وهو داخل العصر، ولم يتذكر أنه لم يصلي المغرب إلا وهو داخل صلاة العشاء، ما حكم صلاة العصر وصلاة العشاء؟ باطلة. إذن في هاتين السورتين صلاة العصر وصلاة العشاء باطلة. إذا لم يتذكر إلا بعد أن أكمل صلاة العصر أو بعد أن أكمل صلاة العشاء أنه لم يصلي الظهر أو لم يصلي المغرب، ما حكم الصلاة؟ الصلاة صحيحة، يندب إعادة الصلاة بعد ذلك ندبا فقط، يصلي الظهر ثم يعيد العصر ندبا، يصلي المغرب ثم يعيد العشاء ندبا. إذن الترتيب، نعم إيه نعم، لو صلى الشفع الوتر لأن الصلاة خلاص إيه يعاود صلاة العشاء باطلة، أنت تذكر قبل ولا بعد؟ خلاص يصلي المغرب ثم يعيد إيش؟ العشاء ويعيد الشفع والوتر. إيه نعم، هذه الترتيب بين الحاضرتين بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، الحكم في الترتيب هنا واجب شرط. الترتيب بين فائتتين، نتكلم على السهل الأول وبعدين ندخل في الصعب شوي، بين فائتتين إنسان عليه صلوات لم يصليها، مثلا عارف أن يوم خميس مثلا أمس لم يصلي فيه الصلوات الخمسة، الترتيب بين هذه الفوائت الخمس واجب غير شرط، أنك تصلي الظهر قبل العصر وتصلي العصر قبل المغرب لما تقضي هذا واجب، يأثم الإنسان على مخالفته ولكنه لا يبطل الصلاة إذا خالف، إذا خالف لا يبطل الصلاة، واجب فقط الترتيب لكن ليس شرطا في صحة الصلاة. إذن من عليه ظهر وعصر قضاء، الزوج قضاء وصلى العصر قبل أن يصلي الظهر، ما حكم الصلاة؟ الصلاة صحيحة لأنها قضاء، لأنها قضاء. والترتيب في الفوائت فيما بينها واجب لكنه ليس شرطا في صحة الصلاة. إذا احفظوا هذا الكلام، الترتيب بين الحاضرتين واجب يأثم الإنسان على مخالفته وشرط في صحة الصلاة في الابتداء وفي الأثناء، أما إذا أكمل صلاته ولم يتذكر إلا بعد إكمال الصلاة تعتبر الصلاة صحيحة، يندب إعادتها بعد الصلاة الأولى فقط. ترتيب الفوائت فيما بين، إنسان عليه صلوات يقضيها، الترتيب أن تصلي الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الصبح، هذا الترتيب واجب لكن ليس شرطا. إذا عكس الإنسان وصلى منكسا ما حكم الصلاة؟ الصلاة صحيحة لكنه يأثم، لكنه يأثم. والإثم هذا دائما لما نقول يأثم الإنسان راه أي إثم يستوجب منك الاستغفار والتوبة،
زي سوليتك أنت لما تلبز وصخ كانت تبيها تبدأ جميلة ونظيفة شدير تغسلها. إذا غسل الذنوب والآثام يكون بيش بالاستغفار والتوبة والإكثار من العمل الصالح والندم على هذا الفعل، مش تخليها مغنجة حياتك. حياتك هذه لابد أن تصقلها وتنظفها وتغسلها بكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى والدعاء والصلاة والتوبة والندم والاستغفار. نعم. إذن ولذلك بعض الناس نلاحظهم عندما يقضون صلواتهم تجده مثلا يصلي ظهرا حاضرة ثم بعد ذلك يقف يصلي معها خمسة ظهر، خمسة يعني خمسة أظهر هكذا خمسية كلهم ظهر، مع أن المفروض يصلي إذا أراد أن يصلي خمس أوقات شو يصلي؟ يصلي ظهر وعصر ومغرب وعشاء وصبح، مش يصليهم كلهم ظهر. نعم. إذا كان يصلي في المسجد يعني ما فيش بس، لكن إحنا نتكلم الآن إذا صلى أراد أن يقضي الفوائد ماذا يفعل؟ يأتي في وقت صلاة الظهر فيصلي معها ثلاثة ظهر أو أربعة أو خمسة، ويجي وقت العصر يصلي معها أربعة عصر ولا خمسة عصر، ويجي وقت المغرب يصلي معها ثلاث. إذن هذا شنو، تنكيس ولا ليس تنكيسا؟ لأن اليوم الواحد الصلاة فيه مرتبة، ظهر عصر مغرب عشاء صبح بهذه الطريقة. فأنت عندما تقضي الصلاة مرتبة، ترتيب الصلوات هذا واجب، لكن لو نكست وخالفت وصليت بهذه الطريقة الصلاة صحيحة لكن مع الإثم، مع الإثم. ولذلك ترتيب الفوائد واجب غير شرط، وترتيب حاضرتين واجب شرط، واجب شرط في صحة الصلاة، وترتيب الفوائد فيما بينها واجب غير شرط في صحة الصلاة. ناتي للمسألة الثالثة وهي التي يعنيها الإمام ابن عاشر هنا في منظومته، وهي ترتيب الفوائد مع الحاضرة، ترتيب الفائتة مع الحاضرة. احنا عرفنا ترتيب الحاضرتين مع بعض وترتيب الفوائد فيما بينها، مازلنا الصورة الثالثة والأخيرة هي ترتيب الفوائد مع الحاضرة. إنسان عليه صلوات فائتة والآن هناك صلاة حاضرة، هل يصلي الحاضرة هي الأولى ثم بعد ذلك يصلي الفوائد، أم يصلي الفوائد أولا ثم بعد ذلك يصلي الحاضرة؟ عليك فوائد أنت من الصلوات، والآن دخل وقت صلاة حاضرة، جاي مثلا وقت صلاة الظهر بتصلي الظهر، لكن أنت عليك فوائد من الصلوات لم تصليها قضاء، هل تقضي أولا ثم تصلي الحاضرة أم تصلي الحاضرة أولا ثم تقضي؟ قال الفقهاء أن الإنسان ننظر فيما عليه من الفوائد من الصلوات، كم عليه فائدة؟ إن كان الفوائد خمس فوائد فأقل، خمسة بس هذا في حياته كلها ما عنداش من الفوائد من الصلوات إلا خمس صلوات فأقل، يا خمسة يا أربعة يا ثلاثة يا اثنين يا صلاة واحدة، وإما أن يكون عنده من الفوائد ست صلوات فأكثر، ستة سبعة ثمانية مية ألف ألفين، لا. إذن هذا الحال لا يخلو من أمرين، يا صلوات الفوائد هذه خمس صلوات فأقل، يا أكثر من خمس صلوات ستة فأكثر. قالوا من كان عليه فوائد يسيرة خمس صلوات فأقل يقدم الفائتة على الحاضر، عندك أنت خمس صلوات في حياتك تصلي الخمسة هن الأولات ثم تصلي بعدهم الحاضرة، ترتيب يسير من الفوائد على الحاضرة واجب غير شرط، واجب غير شرط. شو معنى واجب غير شرط؟ كما قلنا أنه يأثم الإنسان بمخالفته لكن الصلاة صحيحة. الإمام ابن عاشر يرى رأيا غير ذلك، يرى رأيا أن من تذكر فوائد يسيرة وهو في صلاة حاضرة تكون صلاة الحاضرة إيش؟ باطلة عنده الإمام ابن عاشر. لكن المعتمد في مذهبنا أغلب علماء المالكية يقولون أن الإنسان إذا كان عليه يسير من الفوائد وتذكرها وهو داخل صلاة حاضرة، داخل صلاة إيش؟ حاضرة، صلاة الحاضرة هذه لا تكون باطلة، لا تكون باطلة. أو من تعمد صلاة الحاضرة
قبل أن يقضي ما عليه من الفوائت اليسيرة. هل تكون صلاة الحاضرة باطلة أو لا تكون باطلة؟ لا تكون باطلة. إذن الذي تبطل الصلاة بتنكيسه هو الحاضرتين فقط. الحاضرتين إذا صلى الثانية قبل أن يصلي الأولى عمدا أو تذكر أثناء الصلاة الثانية تكون الصلاة الثانية هذه باطلة. أما إن تذكر بعد الانتهاء منها تكون الصلاة الثانية صحيحة ويندب له إعادتها بعد أن يصلي الصلاة الأولى وهي المغرب والعشاء والظهر والعصر. ترتيب الفوائت فيما بينها واجب لكن ليس شرطا في صحة الصلاة. ترتيب الفوائت مع الحاضرة ننظر هل الإنسان عنده يسير من الفوائت أو كثير من الفوائت. اليسير من الفوائت 5 صلوات فأقل، وهذا نادر جدا. اللي عنده 5 صلوات هذا فأقل، هذا نادر جدا. الناس أغلبهم فوائد كثيرة. نعم نسأل. نعم اي نعم. لا هذه فوائد كثيرة. احنا مثلا انقطع عن الصلاة فترة من الزمن ثم واصل الصلاة سنينا، جاءه يوم بعد هذه السنين المواظب فيها على الصلاة ترك فيها 4 صلوات، هذه 4 تضم إلى الفوائد القديمة، عنده فوائد يسيرة يجب عليه قضاؤها. القضاء ما حكمه؟ واجب. رأى بعض المذاهب يقولون نعم هذا يعتبر كثير الفوائد، يقدم الحاضرة، يقدم هذه 4 إذا ضم إليها القديم تصبح كثيرة. عند صلوات قديمة ولا ما عندهاش؟ خلاص هذه قلنا تضم هذه 4 الحديثة إلى الصلوات القديمة فتصبح كثيرة ولا ما تصبحش كثيرة؟ إذا أصبحت كثيرة يقدم الحاضرة على الكثير من الفوائد. لكن إذا كان ليس له في حياته، هيك احنا ذكرناها، ليس له في حياته من الفوائد إلا 5 صلوات فأقل، نعم يوم كامل فقط، وعند حاضرة ماذا يفعل؟ يصلي الفوائد أولا ثم يصلي الحاضرة، هكذا قال. نعم نعم. إيه الفوائد قضاء الفائتة ليس لها وقت، حتى ليس لها وقت، حتى والإمام يخطب على المنبر إذا قمت تصلي صلاة فريضة لا إثم عليك ولا حرام لأن هذا فرض. أيوة صلاة النافلة هذه حرام. لماذا؟ ليش إحنا لما نقول صلاة تحية المسجد والإمام يخطب على المنبر حرام؟ في المالكية مذهبنا راه، احنا ما لناش مدخلين المذاهب في بعضها، احنا نتكلم على مذهب السادة المالكية. لماذا قالوا حرام؟ ما وجهة نظرهم في ذلك؟ ربنا سبحانه وتعالى قال فاسعوا إلى ذكر الله. سماع الخطبة ما حكمه؟ واجب، فرض أنك تستمع إلى الخطبة. وصلاة النافلة وتحية المسجد ما حكمها؟ مندوب. تحية المسجد مندوب. إذن إذا تعارض مندوب مع واجب أيهما ينقدموه؟ الواجب الفرض. فلذلك قال المالكية يحرم صلاة تحية المسجد والإمام يخطب على المنبر. لماذا؟ لأنه يفوت عليك فرضا. ما هو الفرض؟ هو استماع إلى الخطبة، هكذا. فالقضية قضية أنك أنت تأتي بما افترض الله سبحانه وتعالى عليك، إذن تقضي في أي وقت شئت. القضاء ليس له وقت، القضاء ليس له وقت إلا إذا يؤديك إلى خروج الصلاة عن وقتها فتصلي الحاضرة قبل ثم تقضي الفوائد. ولذلك الإمام ابن عاشر ماذا قال؟ نعم تصلي إنسان لا يعرف كم مقدار الفوائد عليه ولا يعلم أي أول صلاة تركها ما هي،
قالوا الإنسان إذا علم أول صلاة تركها فايتات شنية يبدأ بها، ما يعلمش من سيبها أول صلاة مسيبها، قالوا يبدأ بالظهر. ليش يبدأ بالظهر؟ لأنها أول صلاة فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويصلي من الصلوات حتى يغلب على ظنه أن صفا لعليه. أي نعم، قال أنت أشاك هل إن عشر هل إن أحداش، حط أحداش. إذن تصلي إلى أن يغلب على ظنك أنك إيش قد صفيت ذمتك من هذا الدين، وإن شاء الله تسلم، إن شاء الله تسلم. ولذلك لكن الإنسان لا يقنط من رحمة الله، إن الإنسان يخاف مغبة هذا التفريط وفي نفس الوقت لا يقنط من رحمة ربه سبحانه وتعالى. ربي قال في القرآن قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ربي راه غفار الذنوب. فعلى الإنسان أن يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويقضي ما عليه من الفوائد ولا يفرط في ذلك. إذن قال وذكر فرض أقل من ست، أقل من ست، من تذكر الفوائد أقل من ست وهو داخل الصلاة، الإمام ابن عاشر يرى أن الصلاة اللي هو فيها صلاة باطلة، لكن في الحقيقة أن الصلاة صحيحة، هذا هو المعتمد في مذهب المالكية. كذكر البعض، ذكر أيضا مبطل آخر مبطلات الصلاة، إنسان مثلا هو في صلاة العصر مثلا، أو مثلا هو في صلاة الظهر تذكر أنه هي مثلا نقول إحنا مثلا في صلاة الظهر مع العصر، أن العصر تذكر أنه نسي سجدة في صلاة الظهر، إذا تذكر أنه نسي سجدة في صلاة الظهر وطال الزمن شنو حكم صلاة الظهر؟ باطلة. يعني مثلا إنسان لم يصلي الظهر إلا في آخر وقتها الاختياري اللي هو قبل أذان العصر بلحظات، ولما أذن العصر ما كملش صلاة الظهر، إن أذن العصر قام يصلي صلاة العصر، فتذكر بعضا من صلاة الظهر أنه لم يأتي به، كتذكر أنه لم يركع ركعة لم يسجد سجدة في صلاة الظهر. ففي هذه الحالة قال الفقهاء إذا ركع الركعة الأولى فات التدارك، خلاص تكون صلاة الأولى هذه الظهر باطلة، وتكون صلاة العصر معها أيضا باطلة. إذا تذكر قبل الركوع، قبل الركوع شنو يدير؟ يرجع إلى صلاة الظهر فيتم ما كان ناقصا فيها، ثم بعد ذلك يسلم ويسجد بعد السلام ويستأنف صلاة العصر من جديد. هكذا نعم. كيف بطلت؟ احنا الآن مثلا أنت الآن قلت السلام عليكم من صلاة الظهر ودخلت بتكبيرة الإحرام في صلاة العصر، ملتصقات الزوز في بعضهم، صليت الظهر في وقتها وطال الزمن، وتذكرت أنك لم تسجد سجدة في صلاة الظهر، إذا طال الزمن بطلت صلاة الظهر، تكون صلاة الظهر إيش؟ باطلة. إحنا الآن إذا وقع التذكر عن قرب بمجرد ما سلمت من صلاة الظهر دخلت في صلاة العصر، وعندما دخلت في صلاة العصر وأثناء قراءتك لسورة الفاتحة تذكرت أنك لم تسجد سجدة في الركعة الأخيرة من الظهر، إذا لم تركع هنا الركعة الأولى من صلاة العصر، إذا لم يطل الزمن، إذا لم يطل الزمن ماذا تفعل؟ ترجع بنية الرجوع إلى صلاة الظهر، فتأتي بركعة كاملة، تأتي بركعة كاملة، عندما تأتي بركعة كاملة تسجد بعد السلام، وعندما تسجد بعد السلام تشرع في إعادة صلاة العصر من جديد. وإحنا سيأتينا إن شاء الله التفصيل عندما من يترك ركنا. إحنا بعض الناس، نعطيكم مثال بسيط، بعض الناس يسلم من الصلاة ويكون قد نسي سجدة يذكره بها أحد من الحاضرين أو هو يتذكر بنفسه، نلاحظ الناس ماذا يفعلون؟ يعودون إلى الصلاة فيسجدون سجدة واحدة ثم يسلمون ثم يسجدون بعد السلام، هذه صلاة باطلة. الإنسان عندما يسلم يعتبر فات التدارك، وعندما يفوت التدارك تلغى الركعة بأكملها، معناه أنت شو بتجيب؟ بتجيب ركعة كاملة، ما عادش بتجيب سجدة بس، وهذا سيأتينا إن شاء الله شرحه
لمن ينسى ركنا ويفوت تدارك. عندنا احنا الانسان اذا وقع له خلل في ركن من الاركان نسيه، فعند واحد من الحالتين، فات التدارك لم يفوت التدارك. اذا لم يفوت التدارك تاتي به انت الان مثلا كيف لم يفوت التدارك؟ مثلا انت في التشهد الاخير تذكرت انك لم تسجد سجده، لم تسلم بعد، فعندما لم تسلم بعد ماذا تفعل؟ تسجد سجده واحده في اللي يسجد سجدتين، هذين السجدتين مش مربوطات بعضهم. اذا لم تسجد سجده تلغى السجده الاولى؟ لا، انت تعتبر هنا بعدين كم سجدت سجده؟ ثلاث سجدات. انت سجدت سجده واحده ثم تشهد، وفي اثناء التشهد تذكرت انك ايش؟ لم تسجد السجدة الثانية، أو شككت في نفسك هل سجدت السجدة الثانية أو لم تسجدها، ماذا تفعل؟ تسجد السجدة الثانية ثم تعيد التشهد، ثم تسجد بعد وتسلم، تسجد بعد السلام. إذا فات التدارك تأتي بركعة كاملة، إذا لم يفت التدارك تأتي بالركن الذي نسيته. إذا فات التدارك ماذا تفعل؟ تأتي بركعة كاملة، لأن هذه الركعة قد ألغيت، وهذا سيأتينا تفصيلا إن شاء الله. وفوت قبلي ثلاث سنن. احنا تكلمنا لما تكلمنا على سجود السهو، وقلنا أن السجود القبلية المترتبة على ثلاث سنن، من تعمد ترك السجود القبلي بطلت صلاته بمجرد الترك، ومن نسي السجود القبلية حتى خرج من المسجد، إذا كان يصلي داخل المسجد أو طال الزمن ولو لم يخرج من المسجد، وطول الزمن عرفناه وقلنا هو مقدار التحدث في أمور الدنيا، معاش في معقبات ولا في شيء يتعلق بالصلاة، فيبدأ الإنسان يمكن أن يتحدث في أمور الدنيا مع من هو موجود معه. إذن في هذه الحالة من نسي السجود القبلية حتى طال الزمن أو خرج من المسجد ما يكون حكم الصلاة؟ الصلاة باطلة. من تذكر عن قرب يسجد السجود إيش؟ القبلي، ويتشهد ويسلم. الإمام ابن عاشر ماذا قال؟ قال وفوت قبلي ثلاث سنن. إذا فاتك السجود القبلي المترتب عن ثلاث سنن، لا المترتب عن سنتين، إذا كان أنت عليك سجود قبلي وما سجدتاش سهوا وطال الزمن، ننظر السجود القبلي هذا المترتب عليك عن ماذا؟ إن كان عن سنتين خفيفتين الصلاة صحيحة، إن كان عن ثلاث سنن فأكثر الصلاة باطلة. إذا تذكرت عن قرب ماذا تفعل؟ تسجد السجود القبلي. ولذلك قال وفوت قبلي ثلاث سنن بفصل مسجد. إذا تبطل الصلاة بترك السجود القبلي المترتب عن ثلاث سنن فأكثر بانفصالك عن المسجد، بخروجك من المسجد ولو بعد الصلاة مباشرة، ما دمت خرجت من المسجد يعتبرون الخروج من المسجد طولا، يعتبرونه طولا، وما دام طولا تعتبر الصلاة باطلة. بفصل مسجد كطول الزمن، أفرض الإنسان لم يخرج من المسجد ولم ينفصل عن المسجد، إذن ما هو المقدار المعتبر؟ قالوا إذا لم يطل الزمن يأتي بالسجود القبلي وتعتبر صلاته صحيحة، إذا طال الزمن بطلت الصلاة يعيدها من جديد. ما مقدار هذا الطول؟ مقداره في عرف الناس عندما ينتهي الإنسان من الصلاة وينتهي من معقبات ويبدأ في حالة يمكن أن يتحدث فيها مع غيره من البشر وينصرف إلى أمور الدنيا في هذه الحالة، أو ينصرف إلى ذكر الله أو قراءة القرآن، إلى شيء آخر يختلف عن إيش؟ عن الصلاة. في هذه الحال يعتبر الزمن قد طال، وإذا طال الزمن وقد نسي أن يسجد السجود القبلية وكان مترتبا عن ثلاث سنن فأكثر، ما يكون حكم الصلاة؟ تكون الصلاة باطلة، يجب إعادتها. إذن هذه هي إيش؟ المبطل الذي ذكره الإمام ابن عاشر، وهو ترك السجود القبلي المترتب عن ثلاث سنن، وكان الترك نسيانا وطال الزمن أو خرج من
المسجد. في هذه الحالة تبطل الصلاة. إذا لم يطل الزمن أو لم يخرج من المسجد في هذه الحالة يأتي بالسجود القبلي وتعتبر الصلاة صحيحة. أما إن كان مترتبا عن سنتين فقط حتى ولو طال الزمن تعتبر الصلاة صحيحة، لأن ترك السجود القبلية المترتبة عن سنتين فقط حتى ولو طال الزمن لا يبطل الصلاة، هنا نقف عند هذا الحد في الشرح ونترك المجال للأسئلة لو في حد عنده سؤال أو استفسار. نعم تفضل. اسم الصلاة دي صلاة الظهر. اي نعم. مشاركتين الوقت. نعم. في حالة ان نصليها بعد الظهر. صلى الظهر مع المحاضرات طبعا. الظهر ما صلاش. اي نعم. صلاة بعد العصر. صليها حاضرة طبعا والله. اي نعم. نية حاضرة. ما هو الذي يصلوا فيها راح نية غير حاضرة. تمام. من صلى الحاضرة في وقت الحاضرة بنية غير الحاضرة تعتبر الصلاة باطلة. اي نعم. هذا يسال يقول لك مثلا، مش نعيد السؤال حتى يسمع اللي في الخلف. هذا يسال يقول انسان لم يصلي الظهر حتى اذن الوقت لصلاه العصر، ثم بعد ذلك بعد الأذان العصر قبل أن يصلي العصر طبعا يصلي الظهر، لكن يصليه بنية القضاء، يظن أن صلاة الظهر قد خرج وقتها فينويها بعد أذان صلاة العصر فيصليها بنية القضاء. وإذا صلىها بنية القضاء يعني هذه تعتبر الصلاة باطلة، لأنها ليست قضاء. ليست إيش؟ قضاء. احنا عرفنا ان وقت صلاة الظهر يبدا من اذان الظهر الى قبل غروب الشمس، باربع ركعات. هذا كله وقت لصلاة الظهر، ينقسم فيه الوقت الى وقتين اختياري وضروري. الاختياري من اذان الظهر الى اذان العصر، والضروري من اذان العصر الى قبل غروب الشمس بمقدار اربع ركعات. والصلاة في داخل الوقت هذا كله لصلاة الظهر كله اداء. نعم حاضر. إذا أذن المغرب ولم يصلي الظهر ولم يصلي العصر تعتبر صلاة الظهر والعصر قضاء، لأن انتهى الوقت. أيوه هذا كلام. وكذلك العشاء. نعم وكذلك العشاء. المغرب يبدأ وقته الاختياري من أذان المغرب إلى مقدار أدائها ثلاث ركعات بتحصيل شروطها من ستر العورة واغتسال ووضوء. هذا الوقت كله اختياري. ثم يبدأ بعد الوقت الضروري إلى قبل أذان الفجر بمقدار أربع ركعات. فإذا أذن الفجر أصبحت صلاة المغرب قضاء وأصبحت صلاة العشاء إيش؟ قضاء. خرج الوقت. نعم. أي نعم يصلي الشفع والوتر. نعم. من صلى العصر قبل أن يصلي الظهر نسيانا ناسيا حتى أتم صلاة العصر، لما أكمل صلاة العصر تذكر أنه لم يصلي الظهر، ماذا عليه أن يفعل؟ يصلي الظهر ثم يندب له إعادة صلاة العصر، لأن صلاة العصر صحيحة مش واجب عليه الإعادة. لماذا؟ لأنه ترك صلاة الظهر نسيانا. لكن من تذكر قبل أن يصلي العصر أو تذكر في أثناء صلاته للعصر، إذن في هذه الحالة تعتبر صلاة العصر غير محسوبة، يصلي الظهر ثم يعيد صلاة العصر. هنا في نقطة ممكن أن ننبه إليها. مثلا الإنسان إذا كان يصلي صلاة العصر تذكر في أثناء صلاة العصر أنه لم يصلي الظهر، ماذا عليه أن يفعل؟ في هذه الحالة قالوا في وحدة من الاحتمالات. الاحتمال الأول أنه لم يصلي ركعة قبل، ما جابش ركعة في البداية، إذا في هذه الحالة يقطع الصلاة بسلام ويخرج ويصلي الظهر ثم يعيد صلاة العصر. قالوا تذكر بعد أن عقد ركعة، إذا يجعلها شفعا ثم يخرج منها،
ما يثمش لا ما يثمش نعم. هل ذلك الصلاة هل يقضي ولا لا؟ نعم ذلك الصلاة نعم نعم جمهور الفقهاء يقولون أن تارك الصلاة حتى فات وقتها يجب عليه القضاء، يجب عليه أن يقضي ما فاته، لأن هذا دين يجب وفاؤه. أيوة هذا دين لله سبحانه وتعالى يجب قضاءه ويجب وفاؤه. كتابا موقوتا هذه يعني وقت محدد النبي صلى